رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل كولوسي، الإصحاح الثالث. فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض، لأنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح فالله. متى أظهر المسيح حياتنا؟ فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض، الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة الردية، الطمع الذي هو عبادة الأوثان، الأمور التي من أجلها يأتي غضب الله على أبناء المعصية، الذين بينهم أنتم أيضا سلكتم قبلا حين كنتم تعيشون فيها. وأما الآن فاطرحوا عنكم أنتم أيضا الكل: الغضب، السخط، الخبث، التجديف، الكلام القبيح من أفواهكم. لا تكذبوا بعضكم على بعض، إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه، حيث ليس يوناني ويهودي، ختان وغرلة، بربري سكيسي، عبد حر، بل المسيح الكل في الكل. فالبسوا كمختار الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات، ولطفا وتواضعا ووداعة وطول أنات، محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا. إن كان لأحد على أحد شكوى، كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. وليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد، وكونوا شاكرين. لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية بنعمة، مترنمين في قلوبكم للرب. وكل ما عملتم بقول أو فعل فعملوا الكل باسم الرب يسوع، شاكرين الله والآب به. أيتها النساء اخضعنا لرجالكن كما يليق في الرب. أيها الرجال أحبوا نساءكم ولا تكونوا قصاطا عليهن. أيها الأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء، لأن هذا مرضي في الرب. أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لألا يفشلوا. أيها العبيد أطيعوا في كل شيء سادتكم حسب الجسد، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل ببساطة القلب خائفين الرب. وكل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس، عالمين أنكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث، لأنكم تخدمون الرب المسيح. وأما الظالم فسينال ما ظلم به وليس محاباة. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، آمين. الإصحاح الثالث في رسالة كولوسي الحقيقة بيهتم بشدة بممارسات السلوك المسيحي، إزاي الإنسان يميت الأعضاء أو يميت الشهوات التي في الأعضاء، وبعدين يطرح من نفسه الأفعال الرضية. إماتة الشهوات زي في عدد 5، وطرح خطايا النفس في عدد 8، وبعدين يبتدي يقول إن المسيح الكل وفي الكل في عدد 11. لكن الحقيقة التدريب الجماعي اللي بيقدمه لنا هو تدريب في عدد 12-13-14. يقول كده: البسوا كمختار الله المحبوبين أحشاء رأفات، ولطف، تواضع، وداعة، طول أناة، محتملين، مسامحين. إن كان لأحد على أحد شكوى، كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. ودي أحد الآيات الغالية خالص، البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. عايزك تعرف أن أهل كولوسي كانوا مشهورين بتجارة القماش وتجارة الأقمشة الملونة، عشان كده المسيح بيخاطبهم بصياغة يفهموها، اللبس، لبس الهدوم أو الملابس. بيوصف أن الإنسان لما يعيش في الفضيلة كأنه بيلبس الفضيلة.
تمتلئ حياة الإنسان بالفضيلة، بس فوق ده كله يلبس المحبة التي هي رباط الكمال. المحبة تغلف جميع الخطايا، وهي المحبة تغلف يعني ترفع تشيل، والمحبة هنا هي قمة فضائل الإنسان، أو زي ما بيعبر عليها بولس الرسول هي رباط الكمال. من فضلك إن أردت أن تعيش بسلوكك المسيحي السليم، اعرف أنك عليك أن تلبس المحبة في علاقاتك، في معاملاتك، في حياتك الخاصة، في حياتك العامة، في حياتك الاجتماعية، في حياة الخدمة. البس المحبة التي هي رباط الكمال. لو عملت كده هتعيش في حياة الفرح، هتشعر جواك بقيمة الفرح الغالي اللي يملأ جنبات قلبك، وتحس كده حياتك كلها ممتلئة فرحا ونعيما وبهجة. البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. ربنا معكم.